جو العائلة. حين أعود بالذاكرة إلى أيام الطفولة أدرك كم كان جو عائلتنا مختلفاً عن سائر العائلات في الجورة، بدءاً بالجدين، وقد طبعا حياتي بطابع لم يفارق برغم مرور السنين. والصورة العالقة في الذاكرة عن جدي مختصرة، إذ كان حازماً في القول والفعل، لا يتخلى عن جديته مع الصغار والكبار. قليلة هي الصور المطبوعة في الذاكرة عنه، وعدا تلك التي تحفظها صورة فوتوغرافية رسمية أخذت له مع الجدة ويبدو بقربها عملاقا يعتمر الطربوشة ويرتدي الشروال، وهي نحيلة قصيرة القامة حتى يكاد طولها لا يجاوز كتفه. ولم يكن جدي يداعب الصغار، بل يحاول تربيتهم بالجد حينا والتأنيب في معظم الأوقات. ولا زلت أذكر وقفتي وأخي لبيب أمامه حين كان يقوم بحلب بقرة حديثة الولادة، ويتدفق سائل الحليب ليغلي ويتحول إلى شمندور، وجبة لذيذة تتناولها العائلة وقت الفطور. كانت لأخي لبيب شهية قوية، فلم يتمالك نفسه وهو يتابع عملية الحلب، فتناول الطاسة وهم بشرب الحليب طازجا، فانتهره جدنا وانتزع الوعاء من يده قبل أن يبلغ فمه. هذا الشراب يقتل الدب. نعم، تلك كانت العبارة الحاسمة والتي لم أفهم معناها إلا بعدما لجأت إلى الخال أيوب، وكان مرجعي إليه أعود حاملة أسئلتي الصعبة. ولم يكن الخال يبخل بالرد على تلك الأسئلة، حتى إذا ضاق بها رفع صوته مؤنبا: بيكفي يا بنت. ثم يتبعها بعبارة طالما رددها وأنا لا أدرك معناها: أنت كثيرة الغلبة. يردني الحديث إلى الوراء بضع سنوات عندما حاولت تسجيل حواراتي معه على السجية، ومثلما بقيت مطبوعة في الذاكرة برغم مرور السنين.